حقيقة هذا الموضوع ديال التهور في السياقة اللي لاحظناه هذه المرة الأخيرة، هذه الآونة الأخيرة في المغرب، يعني أثار انتباهي أنا كشخص. يعني أنا كنسوق سيارتي، ولكن هذاك الاندفاع ديال الشباب والتهور هو ناتج عن، أولا كنشوفه أنا من ناحية الأخلاقية التربية، يعني أن الإنسان هو السياقة هي أخلاق قبل ما تكون سياقة. يعني أنا كنعطيو أولوية للراجلين، المرأة حاملة قاطعة ولا مرأة كبيرة كنعطيوها حتى هي فرصها باش تدوز بشوية لأن ما نقدوش. ولكن داك التهور ديال الشباب كيخص الشباب يتفهم هادشي هذا، وكيخصكو شي حملات توعوية، وخا كاين ديك الإشارات وداكشي لآخره، ولكن في التطبيق كتختلف الوضع. ملي كتلقى شاب كيمشي يقرا في المدرسة ويقولوا ليه بأن يجب احترام الراجلين ويجب احترام كذا ويجب احترام كذا، كيخرج للواقع كيب يعني عنده شي ضغوطات اللي هي ما كعرفوش كيفاش كيخرجها، هو كيخرجها في الشارع. الوليدات اللي كيسوقوا بهذا التهور هذا كتعود المسألة ديال التربية هي بالدرجة الأولى. يعني أنا ما كنفضل بحال دابا إلا كان عندي ولدي وبغى يخدا البين وبغى يسوق، نفضل يخرج معاه الأب ولا الأم ديالو يوريه كيفاش الطريق كيفاش يمشي يوصيه يدير. والرفقة عاوتاني الرفقة سيئة، عاود كاين الوليدات اللي كيتصاحبوا مع وليدات مسألة كتبقى ديال المخدرات، مسألة ديال خرجوا بالليل، هذا التهور. يعني نتمنوا على الله تكون شوية ديال الرقابة الوالدين، وتكون حتى الأحكام تكون صارمة على هاد الوليدات اللي كيتسبوا في حوادث الناس غاديين في الطريق مقادين. في هذا الوقت يعني الإنسان مسؤول عن نفسه، مسؤول حتى على الآخرين. يعني خاص الإنسان حتى السياقة كما قلت في الأول، السياقة فن قبل كل شيء. التهور في الشباب ديالنا راه كاين التهور، ماشي ما كاينش، ولكن خاص تكون واحد شويه ديال المسؤوليه يعني في هذا الجانب، واحترموا الناس. يعني كاين ناس غادي في عائله مثلا مسافرين عندهم عائله عندهم وليدات، واحد متهور جاي غادي يعني يدير واحد كارثه كبيره، يعني يتسبب يعني ديال ضياع عائله، ربما تكون فيها تموتة وفيات. والسيد هو الاخر مثلا جاي متهور، ربما يكون يعني فاقد الوعي، يكون سكران، يكون تعاطي المخدرات، كاين بزاف ديال العوامل. يعني ونطلبوا يعني الانسان يمشي بشويه ويحترم السير ويحترم حتى الاخرين. اما الا كان بعقلو راه غادي يسوق بشويه عليه بلا ما يبقى يزريع وكذا كيف، خطا الا كان مزروب ولا عنده شي شغل خصو يقضيه. كاين اللي والديه ما تيسوقو ما حتى شي حاجه وهو هكذا كيسوق بداك الطريقه، تيجري هكذا كيسوق بديك الطريقه بحال غادي بوحدو في الطريق، وداك الشيء خايب، داك الشيء خايب، تيوقعوا في كسايد كيوقعوا في مشاكل، تيخرجوا على ناس اخرين غاديين بشويه ما تيشعروش، كيبقاو غير صايقين بحال الموتور، الموت كدور وتيسوقوا الموتور وبلا كاسك، اش كيعرض هذاك راسو؟ تيعرض راسو للخطأ. يا ما انا شفت ناس والديهم زويونين وخرجوا الدراري خايبين، ويا ما ناس والديهم متهورين وخايبين وخرجوا ولادهم زوينين.